بسم الله الرحمن الرحيم. عادل شيح الاسم ديالي عادل شيح. المجموعه اللي كنمارسو فيها عندنا مجموعه من الشباب. المجموعه ديالنا كتكون من واحد العدد الشباب ومسنين. حنا عندنا واحد المجموعه كنلاقاو في اولمبيكا، مجموعه من دون نادي من دون هوايه، وكنشاركوا في ماراطونات. ملي كتجي الماراطونات تبارك الله عليهم، واخا مسنين كيجيبوا ارقام مزيانه تبارك الله عليهم وصاحبهم بي. ومسنين اللي عنده ولادو راه هما حتى هما اصلا من اول اللي جرى هنا شحال المرتبه الثانيه. مجموعه من الشباب حتى هما، وكنتمناو من عند الله يتكلف شي واحد. شنو شي المرتبه الثانيه في السباق ديال القدماء ممارسي يعني العدو الريفي العاب القوى، يعني اللي بغينا نقولوا ماشي يعني العاب كتمارس حلبة المطاطيه. شنو يمكن تقول لنا الظروف ديال السباق يعني من حيث الحلبه ومن حيث الاحوال الجويه اللي جرات فيها؟ ناحيه الحلبه احسن حلبه صراحه، بيست ما قاصحش، ما فيش الرمله شويه كتكون صعيبه. وبالنسبه للجو، الجو شويه واخا حار المهم هذاك دوزنا هادشي اللي